مساء الخير. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ومساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان في العالم. اهلا بكم جميعا في بدايه حلقه جديده من حلقات دايره الحياه. مساء الخيرات والجمال والرقه. اخبارك ايه؟ تمام. 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 بقول لك ايوه هضحك عليكي وابتدي الحلقه لوحدي. الموضوع في منتهى البساطه اللي في الدنيا، دايره الحياه عباره عن مجموعه من الجولات، كل جوله بيكون ليها رصيدها الخاص والمستقل، في بدايه كل جوله بيظهر لنا السؤال على الشاشه وساعتها بيكون مطلوب من الثلاث متسابقين اللي هنتعرف عليهم خلال لحظات ان هم يعرفوا الحروف الصحيحه المطلوبه للاجابه على السؤال. دلوقتي هنبتدي مع بعض سؤال السرعه الاول اللي قيمته 1000 جنيه والحروف هتظهر حالا على الشاشه بشكل عشوائي، المتسابق اللي هيكون اسرع من الباقيين في انه يدوس على الزرار ويقول لنا الاجابه الصحيحه يكسب معانا مبدئيا اول 1000 جنيه على الاطلاق في حلقتنا النهارده. وسؤال السرعه الاول هيكون فيه اكل وشرب. مي بطاطس محمره. بطاطس محمره يعني كل الستات الكبيره اللي هم اللي يعرفوه. اهلا بيك يا مي، اخبارك ايه؟ اهلا بيك. كله تمام؟ مي عادل تجاره انجلش. تجاره انجلش وربه منزل. اه صح كده؟ متجوزه جديد شكلك؟ مش جديد قوي، عندي بنت عندها 3 سنين. ما شاء الله. اسمها ايه؟ كنزي. كنزي اسم جميل، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. منورانا الدنيا. اهلا بيك. ربنا يخليك. واحمد مصطفى كمان. اهلا بيك يا احمد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تسويق دوائي. هو مجال منتشر دلوقتي. طبعا. وفي منافسه قويه جدا فيه. جدا. بتحب الجيمز وبتحب المسابقات وبتحب المغامره. جدا بحب المغامره والسفريات والجيمز والحاجات دي. اهلا بيك يا احمد، منور لنا الدنيا. واهلا بيك يا عمرو. عمرو عبد الفتاح مساء الخير عليك. مساء النور. اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام. مهندس سوفت وير تكنولوجي بقى وجو معقد جدا. حركات بقى وبتاع. حركات حركات جامده جدا. بس انت قد الحركات والا ما كنتش اشتغلت فيها اكيد. الحمد لله. وقد حركات اللعب والجيمز وغاوي برضو الحاجات دي. هحاول ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاك وجود لك ليكم انتوا الثلاثه. وبنوصل دلوقتي مع الثلاث متسابقين لسؤال السرعه الثاني، هو كمان قيمته هتكون 1000 جنيه وسؤال السرعه الثاني هيكون على الخريطه. محافظة سوهاج. إجابة صحيحة. محافظة سوهاج. وألف جنيه بتروح لرصيد عمرو اللي بنوصل معاه ومع أحمد ومع مي دلوقتي لأول جولات حلقتنا النهاردة من دايرة الحياة. الدايرة متقسمة ل 24 خانة، كل خانة بيكون عليها إما قيمة مادية أو ورطة بشكل من الأشكال. كل الحروف هتكون متاحة ما عدا 3 حروف. في الحالة دي لازم المتسابق اللي عنده رصيد يسمح بده يشتريهم، هم حروف المساعدة اللي هم حروف الألف والواو والياء. عايز أقول لكم باختصار شديد جدا إن المتسابق صاحب الرصيد الأعلى في أول 4 جولات هو اللي إن شاء الله هيوصل معانا لآخر جولات حلقتنا النهاردة من دايرة الحياة. وسؤال الجولة الأولى فيه كاتب ورواية، والبداية هتكون عندك أنت يا عمرو، اتفضل. حرف لام. 2 لام بأول 900 جنيه حلقتنا النهارده. جميل. حرف الميم. مفيش ميم، ما هي دورك. 300. هو لسه الدور كان جه عشان نفوته يا عالم. فهو الدور والدور بيجي لك يا احمد، اتفضل. حرف الب. 2 ب ب 1800 جنيه. تحب تعمل ايه؟ الف. يلا. السين. 2 سين ب 600 جنيه. تلف. الف. يلا. 400. النون. 2 نون ب 800 جنيه. يلا بينا. ألف. يلا. 200. حرف الفاء.
يشفه. يلا يا عمرو دورك. ربعمية. حرف الحاء. اتنين حاء ب 800 جنيه. حلو عشان نضيق الفرق بينك وبين الف ان شاء الله. يلا. متين. حرف العين. اتنين عين ب 400 جنيه. تحب تشتري حروف مساعدة مثلا؟ لا الف انتين. يلا ماشي. متين. حرف القاف. واحد قاف. تعمل ايه؟ الفتين. اتفضل. 400. حرف الدال. اتنين دال ب 800 جنيه. هتشتري حروف مساعدة؟ ها؟ خد لك حرف ينفعك. ماشي اشتري حرف الألف. شفت بقى؟ ده اللي بتكلم فيه. خمسة ألف موجودين في السؤال وبيتخصم منك 150 جنيه مرة واحدة بس. اشتري حرف الواو. واحد واو. وبكده تكون كل حروف المساعدة خلصت. تلف؟ ولا لا أجاوب بس أنا مش متأكد أوي. حسين عبد القدوس مانع الحب. إجابة خاطئة. الدور بيروح لك يا مي. لازم أجاوب صح؟ أو تلفي. أو ألف. أوكي. ماشي مخضوضة أنت مش مخضوضة. 200. صاد حسين عبد القدوس صانع الحب. صانع الحب فعلا صح كده. هي يعني كانت قريبة ما رحناش بعيد بس احنا طبعا انت عارف دي رواية من اكبر رواياته. كمان اجابتك يا مي اجابة صحيحة ورصيدك عن الجولة دي 200 جنيه. اي نعم ولكن رصيدك العام لغاية دلوقتي 1200 جنيه بيني وبينك كده هو الرصيد الاعلى لغاية دلوقتي. خليها بسرك. احمد رصيدك العام لغاية دلوقتي للاسف صفر في الوقت اللي عمرو رصيده العام لغاية دلوقتي 1000 جنيه. شدوا حيلكم معانا بقى في شويتين اللي جايين دول ان شاء الله. هنتوقف مع فاصل اعلاني سريع وعودة لدايرة الحياة. اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا في كل مكان. انتهينا من الفاصل الاعلاني السريع ورجعنا مره ثانيه عشان نبتدي مع بعض تاني جولات حلقتنا النهارده من دايره الحياه. وزودنا على دايره الحياه خانه الألفين جنيه اصبحت دي القيمه الماديه الاعلى الموجوده معانا في الجوله الثانيه. وسؤال الجوله الثانيه فيه ماذا تفعل؟ الصوت اللي سمعناه ده معناه ان كمان الجوله دي هيكون معانا فيها جايزه اليوم. دي الجايزه اللي وعدتكم ان انتوا ان شاء الله اللي هيفوز منكم بيها هينبسط جدا. عموما اللي هيفوز بيها هو اللي هيفوز معانا بالجوله. تمام. البدايه هتكون عندك يا مي. اتفضلي. الف الاول صح؟ حابه تحلي قبل ما نبدا ولا حرف؟ اتفضلي. ربعمية. حرف اللام. واحد لام موجوده في السؤال. ايش حلو ابتدينا اهو. حلف اكيد. يلا. المرة دي 250. حرف الفيه. واحد فيه ب 250. هلف برضه. يلا. 300. جيم. واحد جيم ب 300 جنيه. الفتين. ماشي. حرف سين. مفيش سين. احمد دورك. يلا. 250. حرف اللام. اللام موجوده في السؤال وتعرف قبل كده. عمرو دورك. 200. شوف يا عمرو الوضع كالآتي. مطلوب منك دلوقتي تقول لنا حرف ولو الحرف اللي انت قلته طلع موجود بتاخد كارت لفة إضافية. هقول لك ساعتها هتعمل بيه ايه. قول لنا أولا حرف. نون. يا ريتك ما قلت النون.
عليه العوض في الكرت. دورك يا مي اتفضلي. متين تي واحد تي بمتين جنيه. ألف يلا تلتمية. نون مفيش نون. أحمد دورك. سبعمية. عين مفيش عين. عمرو يلا. ربعمية وخمسين. ح واحد ح بربعمية وخمسين جنيه. ألف اتنين. ماشي يا حلاوة لفته. ألفين القيمة الأعلى. قلنا حرف صح يا رب تيجي المرة. دال للأسف. يلا يا مي. نفس الكلام. هطلع أنا حويط بقى مش هشرح لكم لغاية لما تقولي لي الأول حرف صح. هقول لك وقتها هيحصل. اتنين ريه موجودين في السؤال. تقدري بقى تستخدمي دلوقتي كارت اللفه الاضافيه اساعدك فيه؟ يا ريت. يا ريت. خلاص اوكي تمام. ميرسي. الكارت ده بيعمل لك ايه بقى؟ لو في اي وقت على مدار اول ثلاث جولات وقفتي لا سمح الله عند راح الرصيد، اي نعم الرصيد بيروح ولكن بيبقى من حقك ان انت تلفي لفه ثانيه وتقولي لنا حرف ثاني، مش مجرد الدور كمان بيروح. دي نقطة. لو وقفتي عند فاول دور بحقك ان انت تلفي كمان لفة. لو قلتي حرف والحرف ده غلط وحبيتي تستخدمي الكارت من حقك تلفي كمان لفة وتقولي لنا حرف تاني. اوكي ماشي الحال؟ ماشي. يلا بينا. تعملي ايه بقى؟ هلف. يلا. متين. شين. مفيش شين. احمد دورك. 250. آباء. يشبه. عمرو. راح الرصيد يا عمرو عن الجولة دي مش رصيدك العام. مي دورك. 500. عين. مفيش عين. أحمد دورك. 800. حرف ضاد. مفيش ضاد. عمرو. 500. كاف. مفيش كاف. مي دورك. 200 يا مي. ميم. 2 ميم ب 400 جنيه. ايوه بقى. ايوه بقى. كتير مش لاقيين خالص. حلف. يلا. تسعمية. همزة. موجودة بتسعمية جنيه. كده كل الحروف العادية خلصت. مفيش قدامنا غير ان احنا يا نشتري حروف مساعدة يا نحل. هحل. ارمي حجارة في الماء. اجابة صحيحة. ارمي حجارة في الماء. برافو عليكي. برافو عليكي. اجابتك اجابه صحيحه. رصيدك عن الجوله دي يا مي 2450 جنيه. وكمان مبروك عليكي جايزه اليوم اللي هي مبروك كسبتي ليلتين لفردين بشرم الشيخ قيمه الجائزه 4000 جنيه. دايره الحياه ويل فورشن. ان شاء الله تكون اجازتك هناك اجازه جميله باذن الله وتقضي وقت اسعد يعني ما يمكن ان شاء الله. رصيدك عن الجوله دي 2450 جنيه. وزي ما سمعتي معانا قيمه الجائزه بتضاف كمان لرصيدك اللي اصبح دلوقتي كرصيد عام 7650 جنيه. ده الرصيد الاعلى لغايه دلوقتي. احمد رصيدك العام لغايه دلوقتي مش عارف اقول لك ايه. صفر للاسف.
وعمر رصيدك لغايه دلوقتي 1000 جنيه. عارف ليه رصيدك واقف عند ال 1000 جنيه؟ عشان انت مش مبتهج بدرجه كامله. ان شاء الله تشد معانا شده حلوه الجوله اللي جايه باذن الله. اسمحوا لنا نتوقف مع فاصل اعلاني سريع ثم عوده لدايره الحياه. اهلا بيكم مره ثانيه ومشاهدينا في كل مكان. رجعنا لكم بعد الفاصل الاعلاني ده عشان نبتدي مع بعض ثالث جولات دايره الحياه. ال 2000 جنيه لسه موجوده معانا على دايره الحياه، ولكن زودنا كمان خانه هي خانه ال 10000 جنيه. الخانه دي زي ما انتم شايفين متقسمه لثلاث اجزاء، في النص في 10000 وعلى الجنبين في نفس الخانه في راح الرصيد. المتسابق اللي هيقف في النص عند ال 10000 ويقول لنا حرف صح بياخد الخانه من على دايره الحياه، ولو عرف يحل السؤال صح خلال الجوله بياخد 10000 جنيه بالتمام والكمال. وسؤال الجوله الثالثه هيكون فيه في البيت. البدايه عندك يا ابو حميد. تمام يلا. ميتين. ميم. مفيش ميم. عمرو دورك. تلتمية. نون. مفيش نون. مي. يا سلام. دي مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة قوي. 2000 حرف. ان شاء الله لام. للأسف مفيش لعب. أحمد دورك. ربعمية. سين. واحد سين. حابب تشتري حروف مساعدة ولا تلف؟ استحالة تحل بتهيألي في المرحلة اللي احنا فيها. طبعا ألف أحسن. يلا. ميتين وخمسين حرف. فاء. واحد فاء. ألف. يلا. باء. 800. باء. إيش ب. عمرو دورك. للأسف يا عمرو راح الرصيد، بس رصيد بيروح عن الجولة مش الرصيد العام، واحنا صفر كده كده، فزي ما احنا يا برنس مفيش أي حاجة. مي دورك اتفضل. 800. ريه. ثلاثة ريه موجودين في السؤال. ها تعملي إيه؟ هلف. يلا. خمسمية. تيه. تلاتة تيه بألف وخمسمية جنيه. مي بتطير. يلا مي تعملي ايه؟ خلف. يلا. ميتين. حاء. واحد حاء. دي ميتين جنيه. خلف. يلا. يا حلاوة لفتك. عين. واحد عين بألفين جنيه. تمام. هلف. يلا هنورنا حاجة. يلا. يعني الأوف بتاعتك بتعبر عن نفسها، لأنها عليك من ناحيتك. راح الرصيد عن الجولة، ولكن الرصيد العام زي ما هو. عايز افكرك ان انت معاكي الكارت اللي ممكن من خلاله لو استخدمتيه تلفي كمان لفه. اوكي. واحنا في الجوله الثالثه، ده اخر وقت دي. خلاص هلف. ماشي. 마ليش نصيب تقريبا. اتفضل. هاتي يا مي الكارت على طول عشان ما تضيعش وقت اكتر من كده. ابو حميد دورك اتفضل. دور. سبعمية. دال. مفيش دال. عمرو دورك. شين. اتنين شين بستمية جنيه. وبكده تكون كل الحروف العادية خلصت، مفيش قدامنا غير ان احنا نشتري حروف مساعدة او نحل. انا جاوب. يلا.
تسريحه وفرشات شعر. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. برافو عليك. رصيدك عن الجولة دي يا عمرو 1200 جنيه ورصيدك العام لغاية دلوقتي 2200. أحمد شد معانا بقى شد، لسه برضه في أمل يعني، في مساحة لأمل برضه. ومي رصيدك العام لغاية دلوقتي ما شاء الله هو الرصيد الأعلى 7650 جنيه. حافظي على المساحة دي أو المسافة دي بينك وبينهم وإلا هتبقي في خطر. خلونا نتوقف مع فاصل إعلاني سريع ثم عودة لدايرة الحياة. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مشاهدينا في كل مكان. وصلنا دلوقتي لسؤال السرعه الثالث اللي قيمته المره دي هتكون 2000 جنيه واللي هيحدد لنا مين من الثلاث متسابقين هيبتدي يلف معانا دايره الحياه مع بدايه الجوله الرابعه. وسؤال السرعه الثالث هيكون دي معالم. عمرو. المتحف القومي. إجابة خاطئة. مين تاني هيدوس؟ ها؟ مين تاني هيدوس؟ مي. المتحف القبطي. إجابة صحيحة. تمام. 2000 جنيه بيروحوا لرصيدك يا مي. وعايز أقول لحضراتكم إن إحنا زودنا على دايرة الحياة خانة الـ 2500 جنيه، بالتالي أصبحت دي القيمة المادية الأعلى الموجودة معانا في الجولة الرابعة. وسؤال الجولة الرابعة هيكون فيه أكل وشرب وال لسه بقول والبداية هتكون عندك يا مي. لا البداية هتكون عندي أنا طبقا للصوت اللي سمعناه، ده صوت آخر لفة، أنا اللي بلف آخر لفة. المؤشر بتاعي هيقف عند رقم، القيمة اللي هيقف عندها هتكون دي القيمة الثابتة معانا طول الجولة. كل واحد منكم عند دوره هيكون مطلوب منه حاجتين، يقول لنا حرف صح ويقول لنا الإجابة كاملة صحيحة خلال 3 ثواني وإلا الدور هيروح للي بعده. جاهزين؟ جاهزين. يلا. القيمة الثابتة 700 والبداية هتكون عندك يا مي. اتفضلي. حرف كاف. مفيش كاف. أحمد. لام. 2 لام موجودين في السؤال. إجابة معرفش. هزة راس. عمرو. ميم. 2 ميم موجودين في السؤال. إجابة هزة راس برضو. مي. عين. مفيش عين. أحمد. باء. 2 ب. إجابة معرفش. عمرو. ت. 1 ت. إجابة معرفش. مي. نون. مفيش نون. أحمد. راء. 1 ر. إجابة عمرو. حرف الخاء. 1 خاء. إجابة عش. مي. جيم. 1 جيم. وكده الحروف العادية خلصت. هجاوب. يلا. ملوخية بالجمبري. ايه لا ما انا وقتك خلص. احمد. ملوخية بالجمبري. اجابتك يا ابو الجمبري. علشان ما قلتلناش الاجابة يا مي في خلال 3 ثواني. ده الخبر الغير سعيد، لكن الخبر السعيد ان رصيدك العام يا مي هو الرصيد الاعلى في حلقتنا النهارده 9650 جنيه. مبروكين عليك لغايه دلوقتي. واحمد رصيدك العام للاسف ما هوش الرصيد الاعلى، مع ان انت شديت معانا شده حلوه في الاخر. هنعمل ايه بقى؟ بس اتاخرت فيها. انا اسافر احسن. لا يا عم انت نورت لنا الدنيا والله النهارده. شكرا جزيلا لوجودك معانا يا احمد. ميرسي جدا لوجودك في دايره الحياه. عمرو رصيدك برضو يعني للاسف ما هوش الرصيد الاعلى 2200. نورت لنا حلقتنا النهارده. شكرا جزيلا لوجودك معانا. على الرايق بقى زي ما انت بتلعبي كده على الرايق. هنرجع لك على الرايق بعد ما نتوقف مع فاصل اعلاني اخير عشان نلعب معاكي اخر جولات حلقتنا النهارده. فاصل اعلاني وعوده لدايره الحياه. اتفضل.
انتهينا من اخر فواصلنا الاعلانيه عشان نبتدي اخر جولاتنا في حلقتنا النهارده من دايره الحياه مع مي صاحبه الرصيد الاعلى في حلقتنا النهارده. مي قدام مننا 24 ظرف، 23 ظرف فيهم فلوس ممكن تضاف للمبلغ اللي انت فزتي معانا بيه لغايه دلوقتي، والظرف ال 24 فيه اللي هتشوفيه ده. I love you. I love you too. I love you. I love you. بابا. بابا. الله عليك يا أستاذ. يا أستاذ. عجبتك؟ شيفرولي أفيو للطموحين فقط. انتي حظك يمكن تظبط. يمكن تظبط. يمكن. يلا لفلنا بقى دايرة الحياة. اللفة ما بتخلصش. طب نيجي بكرة مثلا، عدى 8 يومين مثلا. اوكي ده الظرف بتاعك يا مي، هتروحي اسحبه لنا واديهولي. يمكن اديهولك تاني، هنشوف ايه اللي هيحصل، يمكن اديهولك تاني. تعالي بقى يا مي عشان دلوقتي معاد سؤال الجولة الأخيرة، وسؤال الجولة الأخيرة في المطبخ. حتتك بقى، منطقتك. منطقتك دي يعني أظن يعني جايالك متفصلة. عندنا يا مي أربع حروف ثابتين، هم حروف الميم واللام والسين والب. تعالي نشوف إيه منهم موجود في السؤال. حرفين منهم موجودين، مطلوب منك دلوقتي تقولي لنا ثلاث حروف غيرهم زائد حرف من حروف المساعدة. اوكي. خ ميم. لا الميم موجود، سوري. ها كيف. تاء. اوكي. وياء. تعالي نشوف ايه من اللي انت قلتيه موجود. اتنين من 10 ثواني من دلوقتي للإجابة، اتفضلي. وقتك خلص للأسف، والإجابة الصحيحة هي كسارة بندق. الخبر الوحش ان انت ما عرفتيش تجاوبي، الخبر الحلو ان انت فزتي معانا بالفعل ب 9650 جنيه. مبروكين عليكي. كان نفسي جدا الحقيقه نضيف عليهم كمان 15000 جنيه. الحمد لله. بس الحمد لله. الحمد لله. زي الفل. بارك الله فيما رزق. تعالي بقى عشان اوري لك الكارت اللي فيه الشيفروليه الافيو. هو ده. بعيد برضه. تمام. بارك الله في مرازة، ألف مبروك عليكي. وميرسي جدا جدا لوجودك معانا يا مي النهارده، شرفتينا، شكرا جزيلا. وشكر كبير لكل الناس الجميلة اللي تابعت حلقتنا النهارده، وإن شاء الله نشوفكم على خير في حلقات جديدة من دايرة الحياة. إلى اللقاء.